شغل الأرابيسك ده عايز فن، صبر وتركيز وصنايعي قديم. وأنا لازم أقول وأتكلم عن شغل الأرابيسك لأنه عظيم، وده عم طلع طول اليوم في الورشة ما بين خرط وتقطيع. ده تراث محتاج إننا نحييه، نرجع ننتج ونعيد تصنيع. في فنون بتعبر عن ناسها والناس شغالة بإحساسها، من غير الناس دي الصنعة تبوظ وتاريخها ده كله في لحظة يضيع. ازيك يا عم طلعت؟ انت عامل ايه؟ ورشتك جميلة يا عم طلعت. انت اجمل. كلها فن كده في الشارع. لا انت تحت امرك في اي حاجة. انت جيت المنطقة دي امتى يا عم طلعت؟ 92. 92 جيت امبابة؟ اه. قبل كده كنت فين؟ باب الشعرية ودرب الاحمر و... جمالية. تربيت في باب الشعرية اللي هي بقى أصول ورش اللي بيسموه الأرابيسك ده؟ اشتغلنا فيها سنين يعني، بس انت ما أيام الانتريات العربي والشغل الفخم ده. انت ما بتسميهوش أرابيسك زي الاسم المتعارف عليه. لا ما أرابيسك. اسمه ايه؟ اسمه الخرط العربي. الخرط العربي. أو خرط المشربيات. مشربيات. ليه؟ ها؟ لأن ده ظهر في العهد الفاطمي لما كان كل بيوتهم كانوا بيزينوها بالمشربيات. مش بس زينة، هي كمان تفتح وتقفل الشبابيك. أيوة يعني كان الشبابيك قبل الشيش والإزاز والكلام ده كان صح. الشغل الصحي، التهوية، الناس تبص على اللي تحت اللي فوق تحت ما يشوفهاش كده، شراعات تفتح وتقفل، المشربيات اللي احنا بنشوفها في البيوت الأثرية حاليا يعني. أيوة جميلة جدا جدا طبعا. يعني هو ده اللي هواك من الأول. أنا دخلت ورشة كانت فيها حوالي أكتر من 5 خراطين، لأني في الورشة مع الصناعية وبشوف ده بيعمل ايه وده بيعمل. بعد ما يمشوا الصناعية كنت اقف على المكنة ابدا اركب الحتة وابدا ادور. كانت بتبقى مرحلة اولى بالنسبة لاي حد بيشتغل في الخرط العربي. ما خفتش من المكنة عم طلعت وانت صغير والمكنة بتركب فيها كده وبتلف كده؟ كان الاسطى بتاعي يقول لي خليك حريص، انت اللي سايق المكنة مش المكنة اللي سايقاك. مظبوط. انت اللي سايق العدة او ماسك العدة مش العدة اللي ماسكاك. انت اللي بتشكل بايدك مش العده اللي بتشكل. واسطواتك دماغك عينيك تركيزك، لان المهنه دي تركيز واعصاب. الشغل العربي بالذات او الخرط العربي تركيز واعصاب، لان بص الحته صغيره ازاي. تركيز هنا هنا يعني ده بيشغل دي ودي بتشغل ايدك. ولادك اسمهم ايه يا عم طلع؟ معايا رائد، معايا بنتي الكبيره ايمان، معايا رائد ومعايا ابراهيم ومعايا فارس. ما شاء الله، الله اكبر. وايمان اتعلمت وكبيره واتجوزت والصبيان علمت الكبار. ها علمت الكبار كلهم، حتى فارس اصغر واحد في يعني هو بيتعلم ونفس الوقت بيلعب رياضه وفي نفس الوقت معايا فلور. ازاي عرفتي عم طلعت تسرسب العيال كده ان هم يحبوا المهنه بالذات في سن المراهقه؟ اولا أنا كنت مصاحبهم أول. ماشي، حلو أوي. ومعايا والدتهم معايا بتحببهم في المهنة. ليه؟ جميل. لأن دي هي المصدر يعني ما كنتش أقول لوحدي طبعًا، ولكن مصدر من مصادر رزقنا إحنا. طبعًا. فلازم نهتم بيه عشان نعرف طبعًا هي مربية عيالها من الصنعة دي. فبقدر الإمكان إننا يعني لازم تكون هادي مع ابنك وما تشدش عليه قوي، ما تشدش عليه. ولو عايز تحببه في صنعه طبطب عليك يا وتعالى، ايه رايك في دي شمال يمين؟ لو انت حابب ان هو عايز ياخد منك حاول معاه مره واثنين وثلاثه. ما زهقتش من المناهده يعني؟ لا 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 لا، اصل سن 14 سنه ده المناهده فيه كتير. النهارده ابني 28 سنه مثلا، واللي تحت منه في الجيش خدمه وطنيه، فاضل له اخر اجازه ليه دي عشان يرجع الورشه تاني. رائد بقى 28، ده بقى قسط خلاص. قسط من زمان، هو مكاني. عم طلعت انت الورشة اللي احنا قصادها دي ورشة الخراطة؟ دي للخرط. عندك ورشة تانية مثلا بتعمل فيها نجارة او بتجمع؟ عندي الناحية التانية دي بنجمع فيها الشغل، برواز، مشربية، اللي هو بقى لما العوارض الخشبية اللي الشغل ده بيعشق فيها. البرواز او الباكيتة بنقول عليها. باكيتة دي بتتعمل في حتة تانية. دي احنا عندنا هنا جوه مكان مخصص لتجميع ولم الشغل النجارة زي ما انت. لكن هنا المخرطة. هنا مخرطة بس. جميل. لأن مخصص عشان ما لخبطش كله على كله. اللي هو الفن بقى. هنا بقى، لأن دي هنا العاشق والمعشوق زي ما بقول. هنا العاشق والمعشوق هنا جوه.
عم طلعت ينفع تاخدني تفرجني مثلا حاجه زي كده بتتعمل ازاي؟ طبعا. وبعد كده نبقى ننده برضو رائد يورينا بقى هو طبعًا. ايه نظامه على المخرطه. طبعا طبعا.